بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب صف ثالث الإعدادي بمدرسة مصر 2000 الحديثة. نكمل النهاردة إن شاء الله درس من دروس النحو مكرر على الصف الثالث الإعدادي. درس اللي موجود معانا النهاردة إن شاء الله ده يعتبر آخر درس من دروس النحو اللي موجودة. اتكلمنا قبل كده عن المنادى، اتكلمنا عن البدل، اتكلمنا عن أسلوب المدح والذم. النهاردة إن شاء الله بنتكلم عن درس من الدروس المهمة جدا في النحو العربي، هو درس الممنوع من الصرف. في البداية احنا عايزين نعرف يعني ايه الممنوع من الصرف، واتمنى ان شاء الله ان احنا نستفيد. ومعاكم مستر محمد سعيد، كمل ان شاء الله درس بتاعنا في الممنوع من الصرف. في الاول خالص احنا عايزين نعرف يعني ايه ممنوع من الصرف يا جماعة. نقول ان الاسم الممنوع من الصرف هو اسم معرب لا يقبل التنوين، هو ده معنى الممنوع من الصرف، ان الاسماء اللي احنا هنتكلم عنها في الدرس بتاعنا كله كل الاسماء ديت لا تقبل التنوين. ليه بنقول كده؟ قال ان الاسم اللي عندنا في اللغه العربيه نوعين، في اسم بنقول عليه اسم مصرف او منون، واسم ممنوع من التنوين او ممنوع من الصرف. يبقى احنا بنقول ان الاسماء اللي موجوده عندنا بنقول الاسم دوت يا اما الاسم دوت مصرف هو اللي بيظهر على اخره علامات الاعراب او التنوين، يعني زي ما نقول مثلا في المثال اللي موجود معانا بقول اصبح محمد محبوبا. لو ركزنا كده مع محمد ومحبوبا هنلاحظ ان الاثنين عليهم التنوين. طيب لو غيرنا وقلت ان محمدا ظهر برضو التنوين على كلمة محمد، طبعا التنوين بالفتح المرة دي عشان اسم إن منصوب. بعد كده لو قلت سلمت على محمد ففي الحالة دي الاسم هنا هيبقى مجرور وعلامة جره الكسرة، وطبعا معاها زي ما اتفقنا معاها التنوين اللي موجود معانا. يبقى احنا عندنا الاسم المنون او الاسم المصرف هو اللي بيقبل علامات التنوين، عكسه الاسم اللي هو لا يقبل علامات التنوين اللي هو الاسم الممنوع من الصرف، وده اللي ما ينفعش ان احنا نحط عليه ضمتين او فتحتين او كسرتين حسب الاعراب اللي موجود معانا. يعني لو شفنا مثال مثلا للكلمات زي ما هنقول بقى على الانواع، يعني احنا مثلا عندنا من ضمن الكلمات الاول كلمه مثلا مدارس من ضمن الكلمات الممنوعه من الصرف. لو جبناها في الجمله ما ينفعش اقول مدارس ولا مدارسا ولا مدارس، حتى ان هو بيجيبها لي في الامتحان ويجيب لي الاسم الممنوع من الصرف ده ويجيبه لي منون ويقول لي صوب الخطا. طبعا هنا في الحاله دي اصوب الخطا مقصود او المفروض ان انا اعمله ان انا اشيل التنوين اللي موجود على كلمه مدارس، وفي الحاله دي هيبقى هنا الاسم ده ليه السبب لانه ممنوع من الصرف. تمام. طب احنا عايزين يا مستر نعرف يعني ايه ممنوع من الصرف وبنعربه ازاي، لان طبعا الاعراب بتاعه في حالات بيختلف فيها عن الاعراب الاسماء العاديه اللي موجوده معانا. في الاول خالص احنا هنقول لما نتكلم عن انواع الممنوع من الصرف بنتكلم عنها من حيث سبب المنع، هو الاسم ده ممنوع من الصرف ليه؟ ليه الاسم ده ممنوع من الصرف؟ فبنقول ان احنا عندنا الاسم ده ممنوع من الصرف ومن حيث سبب المنع بتاعه قال لي كده ان في اسم ممنوع لعله واحده او لسبب واحد. في اسماء بتمنع عشان سبب واحد بيمنعها من الصرف، وفي اسماء بتمنع لعلتين او لسببين. يبقى احنا عندنا الاسم الممنوع من الصرف الانواع بتاعته من حيث سبب المنع ده قال ان الاسم دوت هيكون ممنوع لسبب واحد او ممنوع لسببين. هنبدا نتكلم النهارده في الجزء الاول من الفيديو بتاعنا عن الاسم اللي بيمنع لسبب واحد ونعرف الاسماء دي بتعرب ازاي. الاول خالص الاسم اللي بيمنع لسبب واحد بيكون ايه يا جماعه؟ قال ان الاسم اللي بيمنع من الصرف لسبب واحد او الحاله منه هنا بنقول ان الاسم ده هيكون جاء على صيغه منتهى الجموع، وهنعرف دلوقتي حالا يعني ايه صيغه منتهى الجموع، ودي محتاجين نركز معاها كويس جدا لان الاسم دوت او صيغه منتهى الجموع من الاسماء اللي بتتكرر كتير جدا في القطع وكلمات المتداوله بمعنى اصح، بحيث انها بتيجي كتير جدا في الامتحانات. السبب الثاني ان الاسم دوت يكون منتهي بألف مقصوره، وبرضه هنعرف يعني ايه الف مقصوره، او منتهي بألف ممدوده. يبقى احنا بنقول ان الاسم الممنوع من الصرف لسبب واحد في عندنا ثلاث حالات بيبقى الاسم ده ممنوع من الصرف علشانها. اولا ان الاسم ده جاء على صيغه منتهى الجموع، او بينتهي بألف مقصوره، الف التأنيث المقصوره،
أو ألف التأنيث الممدودة. نبدأ ونشوف يعني إيه أصلاً صيغة منتهى الجموع. قال لي أول حاجة معنى صيغة منتهى الجموع، ومحتاجين نركز في التعريف بتاعها شوية. قال هو كل جمع تكسير قبل آخره ألف بعدها حرفين أو ثلاث حروف. يبقى أنا عندي شرط أساسي، وده محتاج أركز معاه كويس قوي، إن لازم يكون الكلمة اللي أنا هطلعها في صيغة منتهى الجموع لازم تكون جمع تكسير، أول شرط. الشرط الثاني إن يكون قبل الآخر بتاعها في ألف، بعد الألف دي حرفين أو ثلاث حروف. زي إيه يا مستر؟ قال لي مثلا زي الكلمات دي، لو قلت كلمة مساجد، كلمة ظواهر، مدارس، كنائس، حدائق، ملاعب، أماكن، متاحف، أي حاجة زي كده، كل الكلمات اللي هي جمع تكسير في ألف بعدها حرفين، قال لي كل الكلمات دي ممنوعة من الصرف. يبقى عندنا أول حالة من الحالات اللي هي صيغة منتهى الجموع، وهي كل جمع تكسير قبل الآخر شرط أساسي لازم يكون في حرفين أو ثلاثة. طب لو في حرف واحد، يعني مثلا كلمة طلاب، كلمة أشجار مثلا، هل الكلمات دي ممنوعة من الصرف؟ لا طبعا، الكلمات دي مش ممنوعة من الصرف. ليه؟ لأن بعد الألف أو بعد الألف اللي هي في جمع التكسير هنا حرف واحد، احنا عايزين حرفين أو ثلاثة، وهنركز مع التلاتة عشان التلاتة فيهم شرط مهم دلوقتي. يبقى احنا قلنا في حرفين بعد الألف مفيش مشكلة. طب والتلاتة؟ قال لي التلاتة لازم يكون في الثلاث حروف اللي بعد الألف حرف في الوسط حرف ساكن، اللي هو غالبا أو دائما بيبقى ليه، يعني هقول مصابيح، قوانين، مفاهيم، تلاميذ، تقاليد، تماثيل. لو ركزت مع الكلمات دي هلاحظ ان بعد الالف في ثلاث حروف، الثلاث حروف اوسطهم اليه، يبقى في الحاله دي بنقول ان الاسم ده هيبقى ممنوع من الصرف. طيب سؤال مهم، طب لو كانت الالف موجوده وبعدها ثلاث حروف بس الوسط مش يه، يعني مثلا زي كلمه صيادله، زي كلمه عباقره، كلمه تلامذه، خلي بالنا من تلامذة وتلاميذ دول، أنا بيقارن بينهم في الامتحان يقول لي مين منهم ممنوع من الصرف ومين مش ممنوع من الصرف. طبعا الممنوع كلمة تلاميذ، أما كلمة تلامذة مش ممنوعة من الصرف طبعا، لأن رغم أن في بعد الألف ثلاث حروف لكن الحرف الأوسط فيهم اللي هو بدل اليه يعني اللي هو الذال، قال لي في الحالة دي حرف متحرك، في الحالة دي ما يبقاش ممنوع من الصرف. ده بالنسبة لأول حالة من الحالات اللي موجودة معانا اللي هي صيغة منتهى الجموع. طيب نشوف بعد كده عندنا الحالة التانية اللي هو الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة. يعني ايه ألف مقصورة؟ اللي احنا دايما عارفينها خدناها من زمان من ابتدائي اللي احنا بنقول عليها اللي هي الألف اللينة. فالألف اللينة سواء كتبت ياء أو كتبت ألف فهي في الحالة دي، بس طبعا بشرط انها تكون الألف دي الحرف الرابع، وده شرط مهم جدا اركز معاه، لازم الالف تكون الحرف الرابع في اكثر يعني اكثر من اربعه. هنلاقي مثلا كلمات زي كلمه بشرى، عظمى، كبرى، عليا، صغرى، دنيا، سفلى، الحاجات دي كلها طبعا هي الكلمات اللي هي زي كلمه كبرى وصغرى طبعا دي الف لينه ما بنحطش نقطتين تحت الياء، فالحاله دي هتبقى بشرى وعظمى وكبرى وصغرى وعليا ودنيا وسفلى، الحاجات دي كلها ممنوعة من الصرف. المفروض ليه؟ لأن السبب هنا أنها تنتهي بألف التأنيث المقصورة، تنتهي بألف التأنيث المقصورة بشرط أن الألف تكون الحرف الرابع فأكثر. أما إذا كانت الألف هي الحرف الثالث ففي الحالة دي مش ممنوعة من الصرف، زي كلمة عصا، كلمة فتى، الكلمات دي مش ممنوعة من الصرف. ليه بقى؟ لأن هنا الاسم ده الألف فيه مش الحرف الرابع زي ما احنا اتفقنا. الحالة التالتة بنقول ان الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة. طب يعني ايه ألف ممدودة؟ قال الألف الممدودة معناها ان يكون الاسم ده اخره ألف وهمزة، بس شرط برضو ان الألف هنا تكون الحرف الرابع فأكثر. زي ايه؟ قال لي زي كلمة أشداء، رحماء، أدباء، ظرفاء، صحراء وأصدقاء، والألوان بقى كلها حمراء وبيضاء وخضراء، كلمة أتقياء، كلمة شهداء. هنلاحظ ان في الاصل الكلمات دي كلها هنلاقي ان الالف والهمزه دول زياده عن الاصل، عشان كده هم قالوا ان الالف لازم تكون الحرف الايه؟ الرابع. الرابع مقصود بيها ان هو يكون زياده عن اصل الكلمه، انما مثلا في كلمات بيبقى الالف فيها من الحروف الاصليه زي كلمه ابناء مثلا. قال لي كلمه ابناء الالف جايه الحرف الرابع بس من اصل الكلمه الف في الحاله دي، يبقى الاسم ده مش ممنوع من الصرف.
يبقى احنا عندنا ان الالف لما تكون الحرف الرابع فاكثر الف والهمزه بقى يكونوا زياده عن اصل الكلمه، الف الحاله دي يبقى الاسم دوت ممنوع من الصرف. طيب يبقى احنا قلنا زي كلمه ايه برضو لو كانت الالف ثالثه بقى، قال زي كلمه هواء وسماء دعاء رجاء مواء عواء، الحاجات دي كلها كل دي الكلمات دي مش ممنوعه من الصرف. ليه؟ لان الالف هنا الحرف الثالث فهو كده من اصل الكلمه اللي موجوده عندنا. يبقى اذا كانت الالف هنا رابعه فاكثر يبقى الاسم ده ممنوع من الصرف، اما اذا كانت الالف ثالثه او الالف من اصل الكلمه الف الحاله دي يبقى الاسم ده مش ممنوع من الصرف. طب احنا بنعرف اصل الكلمه منين؟ احنا يعني كاننا بنكشف عنها في المعجم يعني، فبنقول الالف هنا هل هي اصليه ولا زياده عن الاصل اللي موجود معانا. دول الثلاث حالات اللي هو في الممنوع من الصرف لسبب واحد. يبقى احنا قلنا صيغه منتهى الجموع معانا ألف مقصورة ومعانا الألف الممدودة، دي الحالات التلاتة بتاع الاسم الممنوع من الصرف لسبب واحد أو لعلة واحدة. طيب هو الإعراب بقى بتاع الكلام ده هل هو بيختلف عن الإعراب العادي اللي احنا واخدينه؟ أهو بيختلف إزاي؟ قال لي أولا إذا كان الاسم دوت معرف بالألف واللام أو الإضافة اللي هو بمعنى أصح هو اسم معرفة، سواء كان في ألف ولام، سواء بعديد مضاف إليه، سواء في ضمير، ألف الحالات دي كلها الاسم ده لما هيعرب هيرفع بالضم عادي وينصب بالفتحة عادي مفيش أي مشكلة، ولما يجي مجرور هيجر بالكسر. يعني معنى كده إن المعرف بالألف واللام أو الإضافة هو في الحالات دي بياخد إعراب الاسم الطبيعي، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر. طيب هنقول مثال زي ايه؟ طبعا هنعرف الفرق دلوقتي. لما اقول صليت بالمساجد الأثرية وصليت بمساجد القاهرة الأثرية، لو انا ركزت مع كلمة المساجد في الجملتين، الكلمة الأولى أو في الجملة الأولى هلاحظ إن المساجد فيها ألف ولام، ففي الحالة دي لما نيجي نعرب بقى اسم مجرور وعلامة جر وكسر. طب كلمة مساجد الثانية ألف الحالة دي هي معرف بالإضافة عشان بعدها كلمة القاهرة، القاهرة مضاف إليه، ألف الحالة دي برضو يبقى الاسم ده معرفة، يبقى لما يجي مجرور هيبقى مجرور وعلامة جر والكسر. يبقى إذا كان الاسم دوت معرفة هيجر بالكسر. طبعا هو الرفع والنصب ما فيهمش مشكلة، المشكلة دايما معانا اللي بتقابلنا يعني بتبقى المشكلة دايما في الجر. يبقى لو كان معرفة معرف بالألف واللام أو الإضافة قال يجر بالكسر. طب إذا كان الاسم دوت نكرة، هو ده بقى اللي احنا عايزين نعرفه، ان الاسم ده مش معرف بالالف واللام ولا الاضافه، لا هو في الف ولام ولا بعديه مضاف اليه ولا في ضمير. الف الحاله دي الاسم ده هيرفع عادي بالضمه وينصب بالفتحه، الفكره بقى في الجر، هو هنا هينصب بالفتحه وهيجر بالكسره، هيجر بالفتحه برضو. ركز تاني مع الاعراب، يبقى يرفع بالضمه وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة نيابة عن الكسر. يعني لما يبقى مجرور يبقى مجرور بإيه؟ بالفتحة إذا كان نكرة، مجرور بالفتحة إذا كان نكرة. طب نقول مثال، لو أنا جبت نفس الجملة بس قلت صليت بمساجد أثرية، ها كلمة مساجد هنا فيها ألف ولام؟ لا. طب فيها ضمير؟ برضو لا. طب في بعدها مضاف إليه؟ لا، دي بعدها نعت ألف في الحالة دي، يبقى كلمة مساجد مجرور وعلامة جره الفتحة. بعد كده مثلا قلت تمسك بمبادئ دينية تساعدك، ها يبقى بمبادئ نفس الكلام، برضو البيع حرف جر ومبادئ اسم مجرور وهيبقى مجرور هنا علامة جره الفتحة. ليه؟ قال لأن الاسم دوت نكرة خالي من الألف واللام والإضافة. يبقى احنا عندنا إعراب الممنوع من الصرف في الحالة دي إذا كان معرفة هيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر. إذا كان معرفة بقى بأي نوع في ألف ولام، في ضمير بعده اسم في ألف ولام، أما إذا كان نكرة ألف الحالة دي هيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة بدل الكسرة، وفي الحالة دي شرط إن هو ما يكونش معرفة أو ما يكونش معرف بالإضافة. يبقى احنا كده عرفنا سؤال مهم جدا، لما يجيب لي الممنوع من الصرف في جمله من الجمل ويطلب مني ان هو يقول لي اعربه، طبعا هو اعراب الممنوع من الصرف حسب موقعه في الجمله. يعني احنا لو ركزنا شفنا جدول مثلا من الحاجات الموجوده معانا، اقول مثلا جاب لي جمل بقول ذهبت الى معاهد كثيره، ها فين الممنوع من الصرف هنا؟ المفروض قال لي كلمه معاهد. طب كلمه معاهد هنا ممنوعه من الصرف ليه؟ لانها جاءت على صيغه منتهى الجموع. طب لما يجي مجرور هبص المعاهد بقى هي نكره ولا معرفه؟ المفروض هي كده ايه؟ نكره، عشان ما فيش في الف ولام ولا ضمير ولا بعدها اسم في الف ولام، في الحاله دي يبقى مجرور هيبقى مجرور بالايه؟ بالفتحه. نفس الكلام كلمه مشاعل، فهنا لما نيجي نعربها هقول العلماء مشاعل، طبعا هتعرب حسب موقعها، العلماء مبتدا، مشاعل خبر مرفوع بالضمه، دي السبب طبعا ممنوع من الصرف لانه جاء على صيغه منتهى الجموع.
طيب نظرت إلى عصافير، اللي في الحالة دي يبقى عصافير مجرور بالفتحة، إنه جاء برضو على صيغة منتهى الجموع. نفس الكلام فرشت الغرفة بسجاجيد، اللي نفس الكلام يبقى مجرور بالفتحة. زيها ميادين، طب كم من شعراء في العصر الحديث، برضو مجرورة بالفتحة، هي تنتهي بألف ممدودة. بعد كده كلمة أذكياء، اللي برضو مجرورة بالفتحة، برضو هنا ليه؟ لأنها تنتهي بألف ممدودة. طيب كلمة حدائق وكلمة كبرى، هلاحظ أن كلمة حدائق ممنوعة من الصرف، مجرور وعلامة جره الفتحة. كلمة كبرى هيبقى برضو نعت مجرور وعلامة جره الفتحة، طبعا هي حدائق لأنها جاءت على صيغة منتهى الجموع، كلمة كبرى لأنها تنتهي بألف مقصورة. كمان أما أقول سعيت إلى فضاء العليا، برضو عندنا فضائل ممنوعة من الصرف مجرور بالفتحة، وكلمة عليا نعت مجرور بالفتحة، طبعا هي فضائل صيغة منتهى الجموع، وعليا تنتهي بألف مقصورة. يبقى اتفقنا ان الاعراب بتاعنا بيمشي حسب موقعه في الجمله، الفكره كلها في الجر، هل هو مجرور بالفتحه ولا مجرور بالكسره، حسب هو نكره ولا معرفه، هو ده السؤال المهم. لو نكره يبقى مجرور بالفتحه، لو معرفه ده في حاله الجر، لو نكره يبقى مجرور بالفتحه، لو معرفه يبقى مجرور بالكسره زي ما هو موجود معانا. طبعا ده سؤال مهم في الامتحان، ان هو بيجيب لي كلمه وبيقول لي هاتها مره مجرور بالكسره ومره مجرور بالفتحه. طبعا في الحاله دي لازم اخلي بالي لازم تبقى مجروره قبلها حرف جر، ولو عايزها بالفتحه يبقى نكره، لو عايزها بالمعرفه لو عايزها بالكسره يبقى معرفه. كده وصلنا لنهايه الجزء الاول من الدرس بتاعنا اللي هو ممنوع من الصرف، عرفنا السبب او الممنوع لسبب واحد وعرفنا الاعراب بتاعه. اتمنى ان احنا نكون استفدنا. شكرا.